أستاذ إبراهيم دبور بقى الحقيقة تم ترحيله لمصر بالقوة الجبرية في 23 يوليو 2018. تمام، كان بقاله معاه وثيقة رسمية لما بيرحلوا، يعني حد معاه وثيقة رسمية بيقول إن تم القبض عليه وترحيله بسبب هروبه من كفيله، حاجة ملهاش أي علاقة بالواقع. وزي ما قلت لكم احنا متأكد من كل حاجة، يعني أستاذ إبراهيم دبور ده بقى بالذات، يعني الحاج إبراهيم دبور قاعد معانا كان بقاله 3 أسابيع من كتر الورق والحاجة اللي جبالنا، عامل منظم جدا بسم الله ما شاء الله عليه، فعامل دفتر، عامل كتاب كتاب كده، عارفين ازاي؟ كان عشان اركز انا في الاوراق دي. انا ما طبعا زي ما قلت لكم انا مش جات نيابه ولا قضاء ولا كذا، لكن بحب انه عشان انا اكون متاكده الناس حتى من نفسها الحمد لله في اريحيه، يعني في ثقه، بل هم اللي بيعرضوا، هم اللي عايزين يعني يطمنوني ان هم كلامهم صح، فابص الاقيهم لغايه اخر وقت بيبعتوا لي في اوراق وبيبعتوا لي في خطابات وكذا. فاستاذ ابراهيم دبور حكايه، منظم جدا، فعنده اراضي بتاعت 14 سنه. جم هم ببساطه كده في الوثيقه بتاعت الترحيل قال لك هرب من كفيله، هرب من كفيله. فين الاراضي؟ فين الاراضي بتاعت ال 14 سنه؟ المهم حصلت له مشكله وهيحكي لكم عنها، بس اللي انا بقوله لكم انه حصلت له مشكله و14 سنه ومترحل وكلبشات في ايده ومعمول له فيديوهات كتير على النت، وهو شقي جدا. استاذ ابراهيم ده يعني عنده 70 سنه، بس سبحان الله ما اعرفش كان بيعمل الكلام ده ازاي. لما معاه تليفون، انا بكلمكم بجد اقسم بالله، ولا كان معاه تليفون خدوا منه التليفونين، ده بسببه لموا تليفونات العنبر كله. كان بينزل لايف وبينزل فيديوهات وبينزل شكاوي وبينزل مستندات، كان عامل بيقول لي عامل شنطه المستندات مخده ما قدروش ياخدوها منه، بينزل مستندات عن القواضي بتاعته اللي هو هيحكي لكم ايه المشكله بتاعته، وبقى ينزل لما عمل اضراب عن الطعام ولما كلبشوه ولما كل الكلام ده كان بتنزل لايف. بتنزل ازاي؟ ما اعرفش ازاي. فالمهم هنسمع من الاستاذ ابراهيم حكايته ونرجع تاني، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إبراهيم عبد الغفار دبور، المساعد أول سابقا بالمعاش بالخدمات الطبية بالقوات الجوية، وخرجت بالمعاش وسافرت للمملكة العربية السعودية، عملت في مستشفى القوات المسلحة بالرياض يوم 16/1/1991. كان جميع الكوارث اللي بتحصل الحمد لله كن ليا يد السبق فيها بأمر الله سبحانه وتعالى. يوم تفجير مبنى وزارة الداخلية السعودية كنت في بيتي، سمعت قوة الانفجار، ذهبت للمستشفى، تم توجيهي إلى حي التعاون لهروب الإرهابيين بعد تفجير مبنى وزارة الداخلية لحي التعاون. هناك فوجئت بأن في 3 مصابين موجودين فوق سطح العمارة بتاع الإرهابيين بيطلبوا النجدة، بيطلبوا الإسعافهم إنقاذهم. اتعاملت مع زمايلي بالمئات واقفين شباب سعوديين بسم الله ما شاء الله، طلبت منهم إن هم هنحط سلم على عمارتين اتنين عشان ننقذ الناس دي، ما كانش لنا مخرج أو مفرج إلا السلم بين عمارتين يفصل بينهم شارع، أعلى سطح العمارتين نحط سلم. بدأت أزحف على كل الشباب رفضوا، بدأت أنا أزحف على السلم دوت خلال عملية زحفي 3 مرات يطلق عليها الإرهابيين النار. ربنا وفقني ما اتصبتش ونزلت وأنقذت 3 مصابين، ووجهت نظر قائد القوة اللي هي موجودة، كان رجل شاب جسور، لقتل الإرهابيين قبل أن يعني يقتلونا غدرا. شلت 3 المصابين نزلت بيهم حطيتهم في سيارة الإسعاف بتاعتي. قبل قفل باب السيارة فوجئت بواحد بيقول لي في شاب رابع من قوات الأمن الخاصة مصاب أي أقصى يمين العمارة. رحت عشان أجيبه لقيت عقيد بيمسكني بمسدس وبيمسكني من كتفي وارفع إيديك. امتثلت الأمره، انت من الارهابيين؟ لا. بص شوف انا من المستشفى العسكري والسلم هناك بين العمارتين. قال لي ما بشوفش. لقيت واحد
شاب سعودي كان من الثمانية اللي موجودين معانا أعلى سطح العمارة علشان نحط السلم. بقول له قول لي العقيدة أنا مين، رفض مرتين اتنين ما عرفكش. فوجدت نفسي بيقودوني بنقيب تاني ومسدسين رشاشين في راس في جنابي ومسدس في راسي، واقتدوني إلى أن ربنا أنقذني برقيب أول اسمه راشد الزهراني، لحقني قبل ما يتم أي شيء غلط فيا، فعرفني تركوني، رحت جبت المصاب الرابع زحفا وحطيته في سيارة الإسعاف بتاعتي. يبقى أنا لوحدي جبت أربع مصابين بمفردي وسلمتهم لمستشفى المملكة. الشاب اللي هو قال لي العقيد كده، طبعا العقيد بعد ما انا رجعت قال لي هو اللي قال لي ان انت من الارهابيين. يعني كان يقصد ان هو يخليني اتقتل عشان انا ربنا وفقني لانقاذ الشباب دول. مديري لما جاء يوم السبت، الكلام ده كان حصل يوم ليلة 28/12/2004 ميلادي، بيسألني انت عملت ايه؟ قلت له توفقني الله. طبعا زعل وقال لي انت بتعمل حركات مصرية وكلام من ده، نصكم نفسك تاخد جنسية، نفسك تاخد تصبح مدير عليا، كلام من ده، كلام ما كانش يتقال. خلاص المستشفى ما عرفتش نتيجة ان هو ما كتبش التقرير المعتاد اللي بيحصل في حالات الحوادث. تم الاتصال بي في بيتي بعد شهرين وثلاث ايام من وزارة الداخلية ان الامير محمد بن نايف عاوزني الصبح وهيبعت لي نقيب ياخدني. رفض مديري اذهب مع النقيب دوت، وبعدين إدارة المستشفى عرفت ان انا انقذت الجماعة دول، كتبوا قالوا ابراهيم اكتب تقرير مفصل بيوم الانقاذ بتاع حي التعاون المساء اللي هو يوم تفجير مبنى وزارة الداخلية. كتبت التقرير اديته للملازم اول مديري على اساس انه يديه للادارة حسب التسلسل. فوجئت بعد خمس ايام الاستخبارات العسكرية بتندهلي، فرحت لقيت الاستاذ محمد المدير بتاعي كاتب ان انا راجل ابن القوات المسلحة المصرية وحاصل على بطولات عسكرية ويملك قوة بشرية خارقة وسرعة ذكاء وتصرف وقت العمليات مثل شخصية رامبو في الافلام الامريكية، وممكن هذا الشخص يكون معد يكون جاسوس او عميل على الدولة. سألوني في المخابرات، كانوا في منتهى الادب والاحترام معايا. بعد كده عرفوا ان هو قالوا لي في صفة كده مش مظبوطة فيه خلقيا، قلت لهم ما اعرفش الكلام دوت. قالوا لي انت تعلم ان ممكن شهاداته دي تكون صحيحه؟ قلت لهم كل الخدمات الطبيه تعرف ان شهاداته مزوره. وبعتوا لجامعه نورث ايستر ببوسطن بامريكا ولقوا شهاداته مزوره. بعتوا لوزاره المعارف في السعوديه، عرفوا ان شهاده معادله الثانويه مزوره. طبعا الكلام دوت مدير الخدمات الطبيه جابني عشان اتنازل عن الاقوال بتاعتي. قلت له لا، ده دولة استخبارات ما اقدرش اتنازل. مشاني بعد ثلاث شهور، لقيت لواء بيتصل بيا علمني ان المدير عام الخدمات الطبية وهو مخرجين من عند الامير السلطان من المجلس بتاعه، قابل وكيل وزارة الداخلية السعودية في ذلك الوقت وقال له انا عندي راجل مصري حصل كذا والراجل ده انقذ الناس، بس ابننا اللي هو ابن القبيله اللي هو العتيبي يعني اذى الراجل دوت، والراجل ده انا جبته عشان نشوف الشهادات. طلع ان الكلام دوت الراجل بيلبسني انا ان انا تسطرت، انا عايز اخلص من مصري. وكيل وزاره الداخليه وعدوا، وفوجئت انا بعد ما كتبتي برقيه لخادم الحرمين بان صدر قرار من هيئة الرقابة والتحقيق يوم 26/4/1427 وتاريخ الخطاب ورقم الخطاب 2181، لأنه بعد التحقيق مع إبراهيم دبور. طبعا لحد حقق معايا ولا حد شافني. وبعدين رحت مكتب العمل بعد طبعا مستشفى طردتني شفويا يوم 30/7/2007
وكل السنوات ديت انا بعاني من ان هم يعملوا في اي مشكلة علشان ضيعوني، علشان الولد اللي هو معاه الشهادات المزورة. رحت الطرد شفوي، مفيش انذار ولا اي حاجة. رحت مكتب العمل طلبت 6 طلبات، إدارة الخدمات الطبية ما جابتهمش، واستمهلوا ان هم يجيبوا الخطابات ديت ما جابوش. وبعدين ما اتحكمش لصالحي، ده رفعت دعوة في هيئة الرقابة في ديوان المظالم، حكم ليا ب100,000 تعويض على التهمة الملفقة اللي لفقتها ليا هيئة الرقابة والتحقيق بدون تحقيق او بدون محاكمة تثبت ادانتي او براءتي. استأنفوا الحكم، راح لدائرة تانية، الدائرة التانية حكمت لي ب250,000. لم يصرفوا التعويض. قعدت 4 سنين يعني أكافح علشان يصرفوا لي التعويض عشان أمشي. ما صرفوش التعويض، اتقبض عليا يوم 12/3/2018، واتحطيت في سجن ترحيلات الشميسي 4 شهور ونص بالإجباري على التنازل عن التعويض. لم أتنازل، وأضربت عن الطعام 1.5 شهر الأخيرة، تعبت، ودوني المستشفى، وأنا خارج من المستشفى الشميسي حطوا الحديد في رجلي ودوني على المطار ورحلوني إلى مصر، وأنا ما تنازلتش عن قيمة التعويض، وأنا لي رد اعتبار. و14 سنة عمال في القضاء، وبذلت كل المجهود عشان أثبت حقي. أنا بوجه رسالتي ديت لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده ولسمو لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا ليا استحقاقات ما أخدتهاش، أنا عملت أعمال بطولية رجولية جدا في المملكة، ما كنت أبغي من وراها غير الحسنة من الله عز وجل بس. لكن أنا عشان يتم تجريمي على شيء ما عملتوش وامشي من المملكه بتهمه ان انا مزور شهاده ماجستير، وبعدين عاوز وفيها صدر فيها عفو ملكي، انا ما زورتش حاجه لحد، والحكم يثبت ذلك. فكنت عاوز امشي من المملكه بريء من هذه التهمه، لا انا عاوز شهادات تقدير ولا اي حاجه من حد. لكن انا مشيت بالغدر واللي اتعمل فيا طوال 14 سنه لا يتحمله بشر. أنا اتسجنت 4 مرات، مش 3 مرات، 4 مرات، موجود ما يثبت ذلك. فأنا لي حقوق، أرجو الله سبحانه وتعالى أن تلبى حقوقي بما يرضي الله. ما عملتش حاجة تخليني أنا أبقى إنسان مجرم ويتعمل فيا كل الكلام دوت. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع السعودية الحقيقة انه كبير قوي ومحتاج مجهود ناس كثيرة. يعني انا عايزة اقول لكم، انا والاستاذ محمود منصور ومية زينا ما يقدروش يعملوا حاجة لوحدهم، محتاج الناس كلها تتكاتف مع بعضها، محتاج حتى السعوديين الطيبين اللي هناك اللي انا متأكدة ان هم ما يرضوهمش كده. انا متأكدة والله، ما بقول الكلام ده يعني يعلم ربنا، مش نفاق ولا حاجة. انا اعرف ناس سعوديين على اخلاق جدا واعلى ما يكون في التعليم والثقافة والفهم والتدين وكل حاجة، اخلاق ماشي، عشان برضو احنا ما الناس ما تاخدش الكلام ان على المطلق كده يعني. فانا ارجو ندائي للمسؤولين السعوديين اللي يوصلوا صوت الناس دي عن طريق غيري بقى، ما اعرفش ازاي. احنا هنحاول يعني، انا يمكن مع الاستاذ عبير قلت هحاول اقابل السفير السعودي، حتى الناس قعدت تتريق وتهزر على اليوتيوب وخلي بالك وبتاع وتروحي ما ترجعيش يعني بيقلص عشان موضوع خاشقجي ودي صفار، انت عارفين المصريين دمهم خفيف يعني، فبلاش تروح يا استاذه وكده. فقلت لهم لا، لو ايه قبل ما اروح هقول لكم كده. فطبعا انا هحاول فعلا ان انا اروح اقابل السفير السعودي، لانه مطلوب منهم برضو احنا نديهم حق الرد في الكلام ده،
بالنسبة ايه؟ مش انا بتكلمش على القواضي كقواضي يعني محمد بس ولا معمر ولا استاذ ابراهيم ولا كذا، انا بتكلم على في نقط معينة. حكاية ان انت تستخلص الاعتراف تحت تعذيب مش ممكن. بعدين ده في شهود، ده في شهود في القواضي، بقول لكم القواضي عندي. الاستاذ دبور، الاستاذ ابراهيم دبور زي ما انتوا سمعتوا حكايته كده، اتظلم وبرضه قضيته غريبه جدا. واحد كان صول ولا عسكري ولا ما اعرف ايه حاجه كده عريف، المهم يعني هو طبعا انتوا وقت فهموها، قال لك انه اتقال له ان هو على خلق غير جيد وعلى علاقه، الواد العسكري ضرب بمدير العام ده على عهده الاستاذ ابراهيم دبور. فالواد ده فجاه اذ فجاه يعني، او مش هنقول الواد ده، الشاب ده بقى معاه ثانويه واتخرج من الحاويه بتاعه وماجستير ودكتوراه ودنيا، وبعدين انكشف الحكايه ان الراجل ده ما معهوش حاجه، كل دي شهادات مزوره ماشي. فاحد اللي في بالنسبه بقى الموضوع، عشان انتوا ممكن تكونوا برضو هو حكى الحكايه، فانا بقولها لكم بالرواقه كده. هو راجل عمل بطولات كتير، التاني ده بما انه كان تلميذه هو بيعلمه، فالنفس برضو يعني ايه اماره بالسوء، فغار منه قال له انت ايه عايز بقى بترسم على ايه بقى، بترسم على تكريم بقى ولا من مثلا من الملك، ولا بترسم على الجنسيه، ولا بترسم على ايه؟ المهم يعني هو ايه، في هو اتعرض كمان لحاجات كتير استاذ ابراهيم يمكن ما قالهاش. اتعرض لمكايد ان حاولوا يدسوا له مخدرات في عربيته مره، مش عارف ايه مره، يعني فلت من حاجات كتيره. هو برضه انا بقول لكم هو جن مصور يعني، مخه برضه ايه حاضر، ذهنه حاضر وعينه في وسط راسه. ففي الاخر التهمه بقى كانت ايه بالنسبه للاستاذ ابراهيم؟ قالوا ان هو اللي زور للراجل ده شهادته. سمعت عن حاجه زي كده؟ يعني واحد زور لما بعته اتحققوا من الجامعه في امريكا، لو مش واخد البتاع. المهم هم طبعا ايه، هم شالوا له الماجستير تقريبا، او شالوا له الدكتوراه وخلوا له الماجستير وخلوا له الثانويه العامه، هم خلوا له شهادتين وشالوا له شهادتين. المهم هو الواد ده زور الحاجات دي. استاذ ابراهيم ماله؟ استاذ ابراهيم دبور اللي هو شغال فني طب طوارئ، ماله؟ عشان هو اللي ده هو اللي بلغ. يعني التاني حب يعمل فيه مكيده، قال لهم ده انا شاكك ان الشهادات اللي معاه دي، هو شاكك او الشهادات دي مزوره. فلما جم يحققوا لقوا الشهادات دي مزوره، بس تعالى انت اللي قتلت بابايا، عارفين انتوا اللي قتلت بابايا؟ يا بابايا اهو. فقالوا له انت اللي قتلت بابايا، انت اللي زورت الشهادات يا ابراهيم. والله والمصحف زي ما بقول لكم كده. واحد انا يعني انا ما بقتش مصدق، انا قلت ايه الراجل اللي بيضحك عليا في الاول يعني ايه بيضحك؟ طب بقى اتهموك، طب انت خد، طب ايه انت مالك؟ هو شغال تزور الشهادات، طب انت مالك؟ مش معلش انا مش فاهمه دي يا استاذ ابراهيم، الحته دي تاني عيدها كده يعني. فيجي عند حته تانية لا انا مش فاهمها، لا انت كانك في عالم سمسم. لا بجد يعني، لو الاخوه في السعوديه برضو يا جماعه يعني مش كده يعني، يعني خليكم معقولين يعني مش كده. اتفرجوا على افلام نجيب الريحاني، يقول لك ازاي تحبك الحاجه وتدبعها وترسمها وتقلوظها. يعني واحد راح زور شهادات بقى ماجستير بقى دكتوراه وبقى رتبه كبيره في الجيش، ابراهيم دبور ماله؟ ففي تهمه منهم ان هو اللي مزور له الشهادات. استاذ ابراهيم دبور اخد برضو يعني، خلي بالكوا ان هم بس ما عرفوش يجوا عليه يعني، هم عرضوه برضو لحاجات كتير بس ما عرفوش ياخدوا منه حق والباطل ولا اعترافات ولا كلام من ده. 14 سنه هو كمان اخد تعويض، ولما جم يطعنوا في التعويض ده عن الحاجات اللي حصلت له القاضي، بعد كده اوريك برضو ان في ناس وحشه في ناس كويسه، فاخد تعويض 100,000 ريال لما جم هم مش عايزين هو ياخد حاجه ويطلعوه يا مولاي كما خلقتني. فاخد 200 او 250، طبعا هو ما قبضهمش، هو لحد دلوقتي ما قبضهمش، لان في الاخر لفقوا له حاجه تانية تالته خالص وروحوه متكلبش. ف
ف14 سنة في قواضي بسبب واحد يقال انه صاحب مدير عام الخدمات الطبية، بقولها لكم على بلاطة، صاحبه، انتوا فاهمين يعني ايه يقال، كلام على عهدة الأستاذ إبراهيم وعلى الضابط اللي قال الكلام ده، في ضابط قال الكلام ده، فهو اللي خاف عليه وهو اللي دار عليه وهو سبب ان هو عايز ينطقه ويخليه يعني حاجة كده قبها في الجيش، فزوره ثانوية عامة وزوره ده وزوره دكتوراه وزوره ماجستير وزوره الدنيا وحطاه في الأستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم دماغه ناشفة، عسكري مصري برضه، ماشي، فما مش عايز يمشي، لا عطوله عفو ملكي، عطوله عفو ملكي، فهو مش عايز عفو ملكي. دي يعني ايه؟ يعني هو مدان بس جاله عفو، هو عاوز يثبت ان هو بريء، مش مقتنع بالحكايه دي. اللي اكتر من كده انه خلوه يتنازل على عن التعويض، خلوه يتنازل عن التعويض. خلونا نسمع بقى، نروح لاستاذ ابراهيم نسمع منه كمان زياده تاكيد، وعشان اكد لكم ان الموضوع بقى له 14 سنه، مش واحد هربان من كفيل والكلام الفارغ ده. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. مساء الخير يا فندم، الله يرضى عليك. استاذ ابراهيم، احنا سمعنا الحكايه زي ما حضرتك حكيتها لنا في الفيديو اللي انت عملته، وطبعا الكلام كله على عهده حضرتك، وللجانب السعودي بالطبع حق الرد، لكن احنا لما بنتكلم مع اي حد او اي مسؤول بيقول ان المصريين مشاكلهم كتير قوي في السعوديه، وانه يعني صعب ان حد يلتفت لكم، او صعب ان اي حد ياخد حقه، او الكلام ده. سمعت الكلام ده من حد قبل كده؟ سمعت من ناس كتير، ولحد دلوقتي عدم صرف قيمة التعويض ورد اعتباري دليل على ان في تعنت بعدم الصرف. أستاذ إبراهيم، كان في تصريحات يعني شفتها في أحد البرامج للسفير حسام عيسى القنصل العام، وبيقول إن أنت أخدت حقك ومضاعف كمان، يعني أكتر من حقك مرتين. رد حضرتك إيه على الكلام ده؟ نحترمه كشخص، نحترمه كشخص بيمثل الدولة، لكن كل الكلام اللي قاله ده كلام مرسل، وبعدين يعني يتسبب في مساءلة هو قانونا من ناحية المملكة العربية السعودية ومن ناحية مصر. هو بيقول القضاء السعودي ما قبلوش قضايا ورفضها، ده في التصريح بتاعه. الله، انا عندي القضايا بتاعتي ماشيه، وهم طلبوا الاستئناف وراحت لمحكمه ثانيه، والدليل على كده ان هو عنده اوراق بتقول هذا الكلام، والدليل على كده ان انا صدر لي الحكم اللي هو ب250,000 اللي هو ما صرفهوش الى يومنا هذا، وهو يعلم هذا، وانا معايا المستندات اللي تقول ان هذا الرجل الكلام اللي قاله كلام مرسل، يعني تملص من المسؤوليه، وكل اللي قاله كلام خطا، وحتى المملكه العربيه السعوديه المفروض تقول له انت بتقول احنا رفضنا القضايا بتاعته وما استجبناش، الراجل دوت ادي القضايا بتاعته واحنا استجبنا له قضائيا وماشيين معاه، فانت ازاي يا معالي السفير تقول هذا الكلام؟ الكلام ده انا بقوله دلوقتي على مسؤوليتي، وهو يعلم ان هو اخطا. برضو الكلام على السفير حسام عيسى، سيادة السفير حسام عيسى، على عهدة حضرتك، وطبعا الرد مكفول لأي طرف يحب يرد للخارجية. لكن خليني أسألك، أنا بكلمك قبل التسجيل ولاقيك متفائل وواثق إن أنت يعني قربت تاخد حقك، ممكن أعرف يعني من أين لك هذا التفاؤل؟ التفاؤل بتاعي إن كل الكلام اللي اتعمل فيا ده كان بعيد عن أعين وأوامر حكام المملكة، وبعيد عنهم تماما ان هم في ناس بتتنفس فيا هذا الكلام لكي لا يعلموا، ماشي. يبقى انا اللي جوايا هو الصوت اللي يسمع حاكم المملكة الله يديله الصحة الملك سلمان ولي عهده ان في ابراهيم دبور انتوا طردتوه، انا دخلت للملك
اربع مرات للملك سلمان الله يديله الصحه، مرتين اتنين وهو امير منطقه الرياض، ومره وهو ولي العهد وزير الدفاع، ومره وهو ملك المملكه. اربع مرات عايز اشوف الحقائق ديت. كان لازم يغيبوني عنه، كان لازم يبعدوني ويتقبض عليا، لان الحكم الله لو عرف ان هو انا تم التلفيق تهمه ليا بواسطه اعلى هيئه لمحاسبه كبار الشخصيات في المملكه اللي هي هيئه الرقابه، اللي هي عندنا في مصر تعادل الرقابه الاداريه. ان تم تجريمي بدون تحقيق وبدون ما يروا وجهي مطلقا. يعني حضرتك بتعول على انه بمجرد ما صوتك يوصل فانت تقدر تاخد حقك. احنا طبعا بنساهم ولو بجزء صغير في توصيل صوت حضرتك. تحب حضرتك تقول حاجة في نهاية المداخلة؟ ربنا يبارك فيك، اسأل الله العلي العظيم يحفظ كل الدول العربية من شرذمة الارهابيين والدواعش والاخوان وكل الكلام اللي بيحصل دوت، لان بلادنا ما هياش ناقصة التفتيت وقتل وتشريد اللي احنا شايفينه حول الدول. وفي نفس الوقت اسال الله العلي العظيم كل من هم البطاله اللي حوالين حكامنا يتقوا الله يتقوا الله يتقوا الله، وما يستخدموش قوتهم ومناصبهم المتنفذه هم العباد. يعني متاكدين ان محدش هيسمع لواحد مظلوم زيي، متأكدين كده. فأنا عبر وسيلة الاتصال مع معاليكي في هذا البرنامج الطيب أمريكا بالمصري، أسأل الله إن صوتي يوصل لخادم الحرمين والمسؤولين في البلد، وأنا معايا جميع الوثائق اللي بتقول أنا عملت خير كتير قوي للمملكة، تستاهل المملكة قبلة لينا ان احنا نحافظ عليها. طبعا نحافظ عليها يا استاذ ابراهيم، يعني دي مش غريبة على اخلاق الجندي المصري، عشان الناس بس تعرف ان الجيش المصري هو مصنع الرجال، وان شاء الله يجي لك حقك تالت ومتلت ان شاء الله. ان شاء الله. انا بارك فيكي ويرضى عليكي.